تخيلوا معايا ان هذا الشاب الهندي اللي في الصورة دي قدر من خلال 37 فيديو خلال عام كامل اللي هو 2021 انه يرفع 37 فيديو، ومن خلال هذه الفيديوهات اللي هو ليس له علاقة بها كلها عن لعبة الكريكت، ما بيظهرش فيها وملوش دعوة اصلا. هذا الشاب الهندي الذي ربما لا يتكلم الانجليزية، ليس ناطق لها، ناطق اصلي، هذا الشاب بعناوينه اللي انتوا شايفينها اللي كلها باللغة الانجليزية قدر ان هو خلاص بيخاطب الغرب، قدر فعلا ان هو يحقق المعادله. وشوفوا معايا هنا المبلغ من كام لكام، من 3.5K ل 56.8K. مش بس كده، في حاجه دايما قلقه هذا الشاب بتقلقه كتير وهو دايما بيؤكد عليها، الا وهي ان هو دايما كاتب لنا هنا، ودي غريبه شويتين، ان في الوصف بتاعه هو حاطط لنا الكوبي رايت ديسكليمر. ده ان دل على شيء بيدل على ان هذا الشاب بيعمل ما يسمى كومبليشنز او تجميعات لفيديوهات من مصادر عديده. اكلمكم حالا عن هذه المصادر، لكن قبل المصادر بصوا معايا هنا، بصوا معايا هنا على السوشيال بليد وشوفوا السبايك اللي حصل لهذا الشاب، 13.61 قرب على 14 مليون مشاهدة في اخر 30 يوم، ودي الاحصائيات بتاعته. الايميل اتفتح في 2018 لكنه بدأ يضع الفيديوهات بالظبط زي ما قلت لكم خلال عام واحد فقط لا غير. ازاي بقى، ده السؤال، ازاي انا اقدر اعمل التجميعات اللي انتم ممكن تشوفوها في هذه القناة او اي قناة اخرى؟ هفرجكم برضو على مجموعة سريعا كده، على مجموعة من قنوات اخرى، شايفين اهو الاعلانات مفعلة. ازاي قدر يعمل ده؟ حقيقة الطريقة انا شرحها في هذا الفيديو اللي برضو نوهت عنه بالامس في هذا الفيديو، ياريت برضو انا بدعوكم انتم تلقوا نظر على هذا الفيديو اللي بتكلم فيه عن فكرة خارج الصندوق، ازاي تعمل قناة بدون الظهور لحد زي محمد صلاح. شوفوا الفيديو ده وخدوا الافكار، يعني كل هذه الافكار عن قنوات مربحة بدون الظهور، وفي اوقات كثيرة بتكون بدون التعليق الصوتي. ده دوري معاكم ان انا دايما بفتح لكم كده ايه الافاق، ان انتم تلقوا نظرة على هذه الافكار. مش شرط ان انت كل الافكار دي تستهويك، لكن مؤكدا وكن على يقين ان في فكرة منهم هتعجبك وممكن تطبقها، زي ما هذا الشاب اللي مسمي القناة بتاعته كريك 8 اللي هي الكريكت، لعبة الكريكت اخرها 8 يعني، يعني فيها نوع من الابداع شوية، وبعد كده ER كريكتر. يعني في الفيديو ده انا اتكلمت عن فكرة الاستخدام العادل، وايضا تحدثت عن المصادر اللي اجيب منها الفيديوهات. انا عندي مصادر مجانية ومصادر مدفوعة، هتلاقوا الكلام ده في هذا الفيديو في الدقيقة الثانية تحديدا. المصادر المجانية بيندرج تحتها حاجتين، كرييتيف كومنز، ودي اللي ما عليهاش حقوق طبع ولا نشر. طيب ودي بقى اجيبها ازاي لو انا عايز اعمل تجميعة ما يسمى كومبليشن لمجموعة مثلا من المقاطع اللي كلها عن نفس اللعبة وليكن الكريكت؟ باجي هنا بكتب في السيرش كريكت، باجي على فلترز واختار تحت فيتشرز، اختار دي، هي دي تحديدا كرييتيف كومنز. هنا ده بقى معناه ايه؟ معناه ان كل اللي انتم شايفينه هنا ده يندرج تحت ما يسمى كرييتيف كومنز. لو انت اخذت جزء من اي من هذه الفيديوهات انت ما عليكش اي مشكله. النوع الثاني فير يوز، ده بقى محتاج دراسه شويتين كده، ازاي تعرفه؟ عشان تفهم الفير يوز لازم بقى تشوف الفيديو ده كله كده من اوله لاخره عشان تفهم معنى الاستخدام العادل، ان انا ازاي ممكن اجمع تجميعه تؤدي الى رساله معينه خلال مجموعه من الفيديوهات والتي لا تندرج تحت ما يسمى كرييتيف كومنز. فلو سمحتم حابين تعرفوا الموضوع بالتفصيل روحوا لهذا الفيديو اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. في ناس بقى بعد ما بتجمع عدد من المقاطع والفيديوهات طب هيعملوا بيها ايه؟ بيروحوا على هذا الموقع اللي بصراحه في الاونه الاخيره راقى نجاح غير طبيعي، ان فيديو انا يمكن نويت عنه في 2020 و2021، وايضا هسيب لكم رابط هذا الويب سايت في صندوق الوصف. ده باشتراك شهري لكن عنده خدمه مجانيه بس بتكون بعلامه مائيه. هنا بتضغط على هذه العلامه وبتختار التمبلت اللي بيعجبك، تبدا تتبع الخطوات وتجمع بقى التجميع بتاعتك الفيديوهات وتحطها، او تروح على طول مباشرة على سوفت وير، تروح على سوفت وير مجاني، وانا اسيب لكم برضو رابط الفيديو اللي اتكلمت فيه عن مجموعة من افضل السوفت وير المجانية لعمل المونتاج. اذا يا شباب، هدفي من هذا الفيديو ان انا اقول لكم ان هناك شباب اخذوا خطوة ونجحوا. هذا الشاب الهندي اللي عمل هذه القناة اللي فيها دلوقتي ما يزيد عن 200,000 متابع، وانتم عارفين ان اليوتيوب اهم حاجة المشاهدات مش عدد المشتركين. الرجل عامل 14 مليون مشاهدة في اخر 30 يوم. وريتكم الاحصائيات، وريتكم ان هذا الشاب اخذ خطوة. ده السوفت وير اللي ممكن تستخدموه، وهنا مصادر الفيديو سواء كان كرييتيف كومنز او فير يوز او حتى مصادر مدفوعة زي ستوري بلوكس طبعا او ان فيديو اللي انا بتكلم عنه دلوقتي. فهو زي ما انتم شايفين انا كنت بنوه عن ان فيديو في 2020، فيدنامي للاسف توقف خلاص. ايضا من المصادر اللي ممكن تجيب منها مقاطع عن اي شيء انت عايزه التيك توك، وروح على تيك توك واكتب كريكت، او اكتب مثلا فاني كريكت
كلمه شوتس حاجه كده وشوف المقاطع، اعملها داونلود وخدها على سوفت وير زي انفيديو وجمعها واعمل قناه. اهم شيء ان انت تاخد خطوه. تخيلوا ان هو ده فيديو النهارده، دي كانت فكرتي ان انا عايز احمسك واقول لك اهو هذا الشاب اخد خطوه، زي ما الشاب اللي في الفيديو ده اللي انا استعرضته من 17 ساعه، هذا الشاب الروسي صاحب القناه اللي بيتكلم فيه عن رونالدو اخد خطوه. انت كمان ما تاخدش لي خطوه زي هذا الشاب. اذا ما تنسوش بعد الفيديو ده مباشره لو حابين روحوا على هذا الفيديو اللي هتلاقوه في صندوق الوصف، هو في اول تعليق موجود اسفل هذا الفيديو، وروحوا وشوفوا يعني ايه استخدام عادل. يعني بتهيألي بقى ما فيش ابسط من كده يا شباب، يعني احنا بنقدم لكم الحاجه على طبق من فضه. وايضا انهي بقى بمجموعه اخرى من القنوات اللي كلها بتتبع نفس الاستراتيجيه. هذا الشاب الهندي ركز مع لعبه الكريكت، لكن هذه القناه هوبر هايلايتس اشتغل على الباسكت بول، وهذه القناه اللي قربت على 500,000 مشترك. هذه قناه بعنوان اوستن سويت برضو متبع نفس الطريقه، لكن بصوا هنا بقى من الاشياء التي تميزه جدا الثامنيلز بتاعته. على فكره برضو بيشتغل على نفس الطريقه وما بيظهرش بنفسه. قناه اخرى عن البيسبول، بيسبول دازنت اكزيست، بيشتغل على نفس الفكره. واخيرا ده فيديو بقى من الفيديوهات اللي انا بتابعها النهارده، ده فيديو النهارده ده من اليوتيوبرز اللي انا متابعهم بقوه، هذا الشاب وخاصة ان اسمه علي. كل يوم يعدي علينا يا شباب لازم هذا اليوم قبل ما ينتهي كده ويروح ونقول له باي باي، لازم هذا اليوم يقفل على حاجة مفيدة، اكون عامل شيء مفيد. وانا ان شاء الله هاجي كده في يوم اكلمكم عن ازاي تعملوا ما يسمى جورنالينج، اللي انت تدون كل يوم مجموعة من النقاط، منها انت ممتن لمين في يومك، انت عملت ايه، هل قريت الورد بتاعك، هل قرأت اي شيء في يومك، الشيء الايجابي اللي انت عملته، ما هي التطلعات بتاعتك، ما هي التحديات خلال اليوم. يعني مجموعة كبيرة من النقاط حقيقة اللي بتساعدك على ترتيب يومك. ده هيكون طبعا من خلال نوشن ان شاء الله هبكلمكم عنه ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. كل يوم احاول اديكم فكرة، ربنا يعني، وان انا اجيب لكم دائما افكار ايجابية. ويا شباب ما تنسوش دائما تحيطوا نفسكم بالناس الايجابيين، الناس اللي بيدوكم طاقة ايجابية. حاولوا دائما وابدا تدوروا كده جواكم على انتم عايزين ايه وعايزين تحققوا ايه، ولازم دائما وابدا يكون جواكم حلم انتم حابين تحققوه، ولا سيما ان انتم تكونوا عايزين تحققوه خلال 2022. يا رب دائما وابدا يعني ان انا اديكم طاقة ايجابية، وان انا احاول دائما ان اضيء لكم الطريق. السبب لاني مؤمن جدا بمقولة الامام الشافعي، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس امواته. وزي ما امير الشعر احمد شوقي دايما بيقول، الناس بالناس ومن يعن يعن. ده انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد ان